وفي النهايه كمان قالت شوزن يوسف ان كابتن سيد عبد الحفيظ اكد على صعوبه مواجهه طلائع الجيش واهميتها، وان الفوز بيها ضروري للاستمرار في مسيره الفريق للحفاظ على اللقب ان شاء الله باذن الله. واكد كمان عبد الحفيظ ان الفريق مستعد وجاهز بقوه للمباراه عشان يحقق الفوز، وان الفريق عنده اصرار كبير جدا ان هو يقدم مستويات بتليق باسم النادي الاهلي وما يفرطش ابدا في اي نقطه من المباريات السبعه اللي باقيه للفريق في الدوري في الموسم الحالي، واللي هيكون اكيد نتيجتها اكيد تحقيق باذن الله اللقب ال41 للنادي الاهلي.